السلام عليكم مشاهدي ومتابعي الكرام عبر قناتي في اليوتيوب. انا اليوم راح نحكيو على واش نحكيو. هاي تلفت، هاي تلفت يا والد، ماكش تحضر دروسك كما يلزم. لا ريبونس برك. واحد الواحد الفئة غالب، حنا قلت لكم لحقنا واحد الوقت ما ماشي ما يدعموش ما يحبوش والله غالب مرض. بصح نريبوندي لك فئة صغيرة هكذا، والله انا ما ريبونديلكش، بصح تسمع برك. والله نسمع لك برك، نسمع لك حاجة برك باش انا ما نريبونديش. والله ما نريبونديش والله ما نريبونديلك يا اخويا. ندير نسمع لك حاجة دقيقة برك، ما تزربوش سمحوا لي، بس كاين لي ميساج بزاف لا غالب. انا لقيت واحد. اصبر شوف هذا، اصبر شوف مشكور على المجهودات اللي راك تقدم فيها. والله غير صافي بليزير ان جون الجيريا راه يمد دي كونساي اونور، هادوما دي كونساي اونور راك تمد واش كاين. والله غير صافي ان كرون بليزير الواحد يتبع فيك، الواحد يشوف فيك. ربي يوفقك خويا العزيز، ربي يفتح. واحد بون ندير لك واحد زوج ولا ثلاثة برك، بون كان نزيد لك. صح نزيد لك هذا. انت راك ركز كي جاوبتني وما حقرتش انسانيتي. ما عليناش، هذا الدوزيام بون، ما حبيتش نكمل. نزيد نسمع لك واحد. السلام عليكم الأخ كريم. أنا من بين المتابعين تاع الصفحة ديالك في اليوتيوب وفي الانستغرام. عندنا فواياج اورغانيزي في اللينغويستيك فورميشن. كنت نقول لك عندنا التأشيرة تاعنا. السلام عليكم، صباح الخير. جي ريسو فو ميساج إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا له، الله يعطيك صحتك ان شاء الله. حنا ما نتعاملوش مع الناس، حنا ما يتبعونا زوج عباد ثلاث عباد، فاهم؟ زوج عباد ثلاث عباد، بصح ثلاث عباد كيشكروك ولا كي وعباد تسد اوجب مرتو. وما نحكيش على بزاف عباد قالوا لي يما هم يشوفوني، كي تشوفني امراه جزائريه يقول لي تشوفني يما، صافي صافي بليزير. سما لحقت واحد المستوى اللي راني فرحان بروحي، لا فيريتي فريمون. ولا يجيبوك نسا يحكولي لي سيتياسيون تاعهم الخاصه، وين نحكي لك الناس تخدم في دي بوست شويه حساسين. ما نحكيش على انا مانيش كيما هذوك الناس اللي يجبد هاد الامور وكذا ونكشف العيوب تاع البلادي اون جينيرال. مي الحمد لله انا صافي بليزير. انا وريت لك غير ثلاثه. اسمع ميم كي يكون انتقاد لازم يكون انتقاد بناء في نهايه المطاف، ما لازمش ننتقدوا باش ننتقدوا، لانه يعني الانتقاد بكلام فاحش يصدر من انسان ما عندوش عقل وما عندوش مخ، لانه يعني ماشي العقل ما عندوش مخ. ولو كان جيت انت مسلم وتفهم ويكون عندك وعي كذا، ما تطيحش هكذاك، وخاصه انه كاين عائلات يشوفوا فينا، لانه التربيه تلعب عندها دور كبير في المجتمع تاعنا. للاسف الشديد هذول الانحطاط اللي رانا عايشين فيه، ولذلك من هبه ودبه يشتمك بدون اي سبب. ولكن شكون يشتمك ابار واحد اللي يعرفك ويكرهك ويبغضك ويحسدك؟ ما عليناش. بالنسبه للموضوع تاع اليوم اللي حكيت احنا نحكي عليه هو الاوراق، كيفيه الحصول على الاوراق في بريطانيا. على بالي بلي جست بزاف وقت ما دخلتش في الموضوع، ولكن راح ندخل في الموضوع. وشكرا جزيلا على الصبر تاعكم. الاوراق في بريطانيا كما يعلم الجميع انه اصعب الاوراق في اصعب 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 حاجه في بريطانيا والحصول عليها هي الاوراق. للاسف الشديد بريطانيا عندها كما نقولوا قوانين صامتة، راهت الله يبارك الله تربحهم. الله غالب القوانين تاعهم هكذا يقولوا، ما عندكش حل. خاصة مع العلم أن الحصول على الإقامة الدائمة هنا تطلب 20 سنة من الإقامة هنا باش تحصل على الإقامة فقط، وباش تحصل على الجنسية ولا بعض الأمور ما عندكش حلول. حتى أنك باش تطلع لهنا أفضل وسيلة تطلع بها لهنا هي تطلع بفيزا جامعي.
ولا تطلع فيزا عمل الا لقيت كيفاش بالك برك يبيعوا لكم لي كونطرا ترافاي بدراهم خاطرش ما تكزيستيش. هذه هنا ما يقولوها لنا ما تكزيستيش. هما البريطانيين كي تسقسي يقول لك ما احنا ما نخدموهاش هذا، ما نخدموش الناس بدراهم، ما تكزيستيش خاوتي. اسمع نصيحه في وجه الله، كي تطلع يدوا لك انترفيو تطلع يطلعوك بلا هذيك. المهم هما ما يسحقوش الكفاءات، مع كل حال يسحقوا دائما الحرفيين، والحرفيين على بالهم باللي الحراقه يسحقوهم. بالنسبه وقتكم للاوراق، الاوراق حاجه صعبه، الانسان ما يكذبش، ولكن صراحه نعطيكم عبره وحكمه من شخص جزائري جاء الى بريطانيا عنده حوالي 5 سنوات وما الى ذلك. نهار جاء الى بريطانيا جا كما نقولوا حنا انسان جاي حار على خدمه، حار باش يدير كوارت كذا. الحمد لله هو انسان هذا لقى خدمه ودار امورات وسقم روحه وكذا وما الى ذلك، حب يتزوج لانه على باله بلي من بين الامور اللي تكون سهله باش تحصل على الاوراق في بريطانيا هي الزواج. الناس كي عندهم هنا 10 سنين كاين اللي عنده 17 سنه، 17 سنه في بريطانيا جامي يهضر مع مدامه. هذا اخونا جا في عامين برك تزوج من يمنيه وتحصل على الوثائق ويهبط للجزائر ويقول له هما 17 سنه 12 سنه 10 سنين وكانوا يضحكوا عليه. هنا تفهم منه المغزى، وش المغزى تاع هاد الامور؟ على بالنا باللي الاوراق في بريطانيا صعبه، ولكن ربي سبحانه ما قالهاش معجزه من المعجزات اللي خلاهم، ولا ما كاش معجزات خلاص. الان كل حاجه ماشي داخله في المعجزات الحصول على الاوراق في بريطانيا، من الانسان تاني يتسبب من جهه واحده اخرى. كاين الناس ما تروحش ميم با تهضر مع النساء، ما يهضروش ما يخرجوش اصلا من الخدمه للقهوه، القهوه ما تقدرش ميم با يتلاقى، انت فراشه باش تلاقى بابيو تروح للغابه باش تشوفها. لي بابيو هنا لي بابيو النساء تلقاهم في التجمعات في المراكز الترفيه والحدائق العامه، انت كحت تتزوج بالحلال وعلاش ما تدورش في هاد الامور؟ بصح ما يدوروش، وما داك يقول لك الاوراق صعب. انا ما نوافقش الناس اللي يقول لك الاوراق صعب في بريطانيا، لانه هذه بلادهم من حقهم يديروا هاد الامور. انا ما عنديش الاوراق، دوك واش حيدير لك هو؟ يجي نتايا حراك كدا هاك اخويا الاوراق، يعطيك الجنسيه يعطيك كاع الحقوق. ما نكونوش شويه جاهلين، داك جاب بلد ماشي ديالك وهما في نورمال ماشي مدك الاوراق. يعني الاوراق من بين الامور السهله هو الزواج. الزواج من شوفوا حتقولي انني حبيت نتزوج بمسلمه، حبيت نتزوج كذا وكذا. هنا كاين جاليات عربيه كبيره مسلمات محبين يتزوجوا بعرب مسلمين، هذا موش عذر خويا العزيز. حتقولي عذر يلبسوا النقاب تلبس النقاب، اي عذر ديني خويا هنا ما حتى عندك حتى عذر. حتقولي بلا دوله كافره دير مرتك روح للبلاد. ما تقوليش راني نشوف العرى، تشوف حبيت ما تشوفش العرى، وراه واش من بلد ما فيهش العرى اخويا العزيز. ما تكذبوش على روحتكم، ما تحبيتوش تعيشوا في العرى استناو ان شاء الله كي تدخلوا الجنه تلقاو هاد الامور. بك حنا نيماجيني واحد الامور، انا حابين تجي لبريطانيا تلقى روحك في كاين عفيس خاصاتك، تروح لماريكان كاين ناس حكيت معاهم من ماريكان خصاتو هادي خصاتو هادي. ابار الجنه ما شكيتش واحد الانسان يتدمر يتذمر. حنا نشكيو بزاف كوارت يجي يا خويا، ما درتش كوارت دير المستقبل تاعك بالمال، لانه عندك بزاف امور. اتزوج خويا روح تزوج. كاين حتى الاوروبيات، هنا نعطيكم معلومه مؤكده انه لما تتزوج باوروبيات تحصل على الاقامه لمده 5 سنوات دون العوده الى بلدك الاصلي. يعني نقولوا مثال جزائري تزوج مع مغربيه ولا تزوج مع جزائريه بنت بلاده عندها جنسيه اوروبيه بلجيكيه اسبانيه فرنسيه، عنده كيدفع واحد الملفات لازم هنا، لازم هنا كلش لازم محامي. كيتكف المحامي بالملف تاعو يجيب له يتحصل على الاقامه الدائمه تاع 5 سنوات بدون ما يولي الجزائر. وقتاش يولي الجزائر باش لازم يولي؟ كي يتزوج بانجليزيه صديق المحامي. هنا كاين يقول لك لازم يهبط، وكاين يقول لك كاين كي يكون محامي تضرب له كذا يقدر يجيب لك حقك بلا ما تهبط. هنا تبقى الامور بينيه يعني. ولكن تتزوج بوحده عندها ناسيوناليتي فرونساز ولا ناسيوناليتي اسبانيول ولا طليان ولا لا بلجيك، ما تهبش للجزائر، تتزوج هنا وتحصل على الاقامه لمده 5 سنوات. هذا من بين الامور اللي تقدر ديرهم، وما نقولكش بلي تري ديفيسيل ولا فاصل، سهله ولا صعبه. الانسان لازم يجرب، الانسان لازم يروح يونجاجي. خويا ما تجيش تريح لنا في القهوه وتقول لي انسان ما كانش ولا ما نقدرش تتزوج ولا ما يشتهر معايا وما الى ذلك.
هذا كي جا عامين دارهم، علاش هو غبي ولا احمق ولا شكون؟ واش يكون هذا انسان يعرف صلاحه، لانه ما كاش يريح في المقاهي وما كاش يريح في الاماكن اللي ما حش يستفاد منهم. يعرف وين يستفاد، يعرف وين يدور، وين راح، وين لازم يستفاد. نفس الشيء انت كشخص من جهه واحده اخرى، لازم تعرف كيفاش وين الدور وين تحت رجليك باش تنافيغي. امراه تاع حلال، اني معك تقولي ما تزوج معها كافره، مارغيتو في الدين يجوز لك تزوج معها، تقدر مع الوقت تدخل الاسلام، ماشي لازم تمتم ما تخرجيش ما تلبسيش. اباك حنايا الجزائريين كي حكيت مع واحد يعرف صاحبه تزوج مع انجليزيه، حب تمتم بدل العقليه، ما تلبسيش ما ديريش. اخويا هي 14 سنه دارت كلش، كيفاش انت تجي دوك انت يا تجي زعما تدخل على الاسلام مباشره؟ علاش حنا ما نزطلوش وما نشربوش وما نشوفو ما نديرو والو؟ حنا شغل حنا الدول العربيه، الدوله شغل الاسلام هكذا ويلمع الاسلام في الارض. يعني ما تسيوش في الدين تاعنا، يقول لك لا اكراه في الدين، ما يعني نكرهو، ماشي تمتم دخلها الدين بالعقل. بالعقل تشوفك تصلي تفهم باش تدخل جبال الجزائر، تشوف اديها لمكه العمره، ولعل وعسى تولي لك مسلمه وتدخل لك الاسلام، لعل وعسى وتدي حسنات. المهم هذا مش عذر، لانه كاين عربيات ومسلمات بزاف هنا، كيما الاخ هذا اللي تزوج على ما اعتقد بيمانيه ولا صوماليه، واش فيها؟ جو بونس با كاين بروبليم، مي حنا نتوجو نلقاو الاعذار. اللجوء، بالنسبه للجوء خاوتي وخياتي طبعا، لانه العائله راهي تكبر من الام الاب، سبحان الله. بك صافي صافي بليزير كي هاد الفئه كومبلي يكونك تكون يكون صح لك الشرف انهم يتبعوك. بالنسبه للجوء، اللجوء في الجزائر مثلا، اللجوء ما كاين عباد يجي يقول لك عندي دي بروبليم مشاكل عائليه. انا والله ماني نحب نضحك عليهم، بصح شغل حبيت شغل شي بيزار، يجي يهرب من الجزائر على جال مشاكل عائليه باش يعطوا لك لي بابي، ما يعطولكش لي بابي على جال مشاكل عائليه. المهم هما راهم حاصلين في جدي مات روحتيهم، يمد لك ليك انت على جال مشاكل عائليه. هم هما يتضربوا في البرلمان، يتضربوا في الحكومه، يتصرا قرة بيناتهم على جال القرارات. ما تقوليش مشاكل يا العزيز، مشاكل ما يديروا لك والو، كاع عندنا مشاكل. روحوا شكون اللي ما عندوش مشاكل؟ حنا العرب ما عندناش مشاكل. لهذا خلينا من حكايه المشاكل. بالنسبه لحاله المرضي نفس الشيء، الامر واش يعود؟ يعود لوضعيه البلد. المغرب، الجزائر، موريتانيا مثلا، الجزائر، تونس، مصر، ما عندهمش مشاكل فيما يتعلق مثلا مشاكل سياسيه، ما عندناش حروب اهليه. مثلا هنا في الجزائر نهار كان الحراك، كانت فيه فرصه مليحه، لانه كانت دعوات للحل للسجن، كانت هناك اضطهاد، كان ممارسات غير عقلانيه من طرف الشرطه اتجاه المواطنين، كنت قادر تبني قضيه من هذا الباب. ما عدا ذلك، حتى انه كان شخصيه معروفه في الجزائر تحصل على اللجوء هذا بفضل تدخل شخصيه اخرى من اكبر الشخصيات في الجزائر باش تحصل على اللجوء. ما ديروش في بالكم هذا اللجوء راهو لعبه، وحتى اللجوء فيه شروط وكذا. الجزائر من الجانب الاقتصادي هي من اغنى الدول، هو ما يشوفش وضعيه الشعب، ما يشوفش ولا ساكن في سوق هراس ولا سوق في تبسه ولا في الخنشله ولا في تيزي وزو، ماشي سامع واش دخل. هو الجزائر عندها مدخرات ماليه، عندها الديون وما الى ذلك، عندها المحروقات وما الى ذلك. لهذا الجزائر والمغرب وتونس ماشي من الدول الفقيره اللي تحسب من الدول الفقيره، لانهم على عين ودرايه بهذه الامور. وحتى من الجانب السياسي، موش ما نقولوش حنا عندنا حريه التعبير، ولكن في الجزائر كاين حريه التعبير اكثر من اغلبيه الدول العربيه. اعتقد حتى تونس او ليبيا ربما يتشاركوا معنا في حريه التعبير، او ربما هم افضل منا. ما عدا ذلك ما عندهمش كاع، ما كاش حريه التعبير لا في السعوديه ولا في الامارات ولا في قطر وما الى ذلك. لهذا اللجوء صعب جدا، حتى الخليجيين لاباس بهم ما يسحقوش من بال اللجوء. اللجوء صعب جدا. اللجوء شكون يستفاد منه؟ يستفادوا منه السوريين، يستفادوا منه العراقيين، يستفادوا منه ايضا، يستفادوا منه اليمنيين، ايضا استفادوا من الصوماليين، اثيوبيا، اريتريا، هذه الدول ايضا اللي تعاني الفقر والمجاعه، اللي صح تعاني الفقر والمجاعه. حنا نعاني الفقر والمجاعه في المخيخ، صح؟ مي العله اللي جاب واحد العله كيما هذا تقول تقول عندي جد الوجه يشوفني انا ريحت بالكرش هادي. اخويا يقول لك الكرش هادي في الانجليزي ما ديرهاش خويا. اللوجو اخويا حنا ماذا بينا كاع يمدونا الاوراق وتدو كاع خويا، غير جيت وزير الهجره تاعك. المهم الحكايه هادو ما يتبناوش في بريطانيا، صعيبه بزاف في اللجوء. الاوراق قلت لك الحل الوحيد والاخر هو الزواج، تتزوج بنت بلادك فرنسيه ولا تجيبها من فرنسا تجيبها لهنا وما الى تعيشوا هنا. كاين بزاف داروا هكذا، حتى كاين واحد حكى الحكايه، واحد جزائري عنده راسيوناليتي في
توجور كاين واحد الانسان اذا طاح له قوسطو يعيط له، روح تلعب معنا الدومين في القهوه يتقرب له عرضه للدار، الاخر فرح قال له عمد لي بنته. اي مسكين الله غير غادي هيك يحكيها لي على عامين مسكين ويحرش ديرو وليدو، عيط له وليدي واش راك لاباس يسقسي عليه، سما بين له بلي شغل عنده زوج بنات وزعما قالوا وحده فيهم نديها، بصح الكلب يا خو عطاها عطاها اللي يدوشو بالبول تاع البقر. تزيرين وعارين يا ودي، راسها راسها. وشوف هو عطاها الغني، ماشي اي غني، هندي، عنده شركة تاع كراء السيارات الفاخرة اللامبورغيني وكذا وما إلى ذلك. المهم تزوج بهذه الجزائرية لأنها كانت جميلة وكما إلى ذلك. هو المهم تزوج، دار زواج عادي شرعي كذا، ولكن بعد ذلك هو ودارها للمتعة للأسف الشديد، دارها للمتعة واستفاد الأمور هذيك، ومن بعد رمى لها جد الحلوف خلاص واش يدير بها، خاصة أنه احنا البنات الجزائريات شريفات يعني مقارنة ببعض الدول اللي تلقاهم يمارسوا الدعارة، احنا بناتنا ما يمارسوش الدعارة يعني قليل، يعني فئة قليلة جدا. المهم هو دارها للمتعة وفي نهاية المطاف راحت في 60 داهية. المهم عاود ولات، حنا عندنا ايضا مشكل انه كاين جزائريين عندهم بناتهم يمدها اللي يخسر بالبول تاع البقر وما يمدهاش بيت بلاد وقتاش يسطل، شغل ما على باليش اللي يعبد البقره خير من واحد اللي يسطل، ولا مانيش فاهم كيفاش يخمو ولا الكوكا. على كل حال هذاني نفسدوها، يجي لهنا تلقاه ما يديفلوباش، وماذا بيه يمدلك بنته، ماذا بيه يمدها لوليد بلاده بالك، بصح من داك تلقاهم هما صامتين، وكان هو يحكي لك كيفاش تزوج، يقول لك تزوج بزيريا من فرنسا جابوني لهنا، بصح باش يمد لك بنته ما باليش ما باش كيفاش يخمو. هذاك تلقاه شوف خطره عنده الحق، وهذاك تلقاه ما تفهمش والله، غادي تفهم تحصل في الجزائريين تاعنا. المهم على كل حال باش تلقى الجزائري يمد لك بنته لازم تدوش بالبول تاع البقره، طيح له هندي ولا باس بيك ولا ما باليش انا كيفاش، طيح له انجليزي في نهايه المطاف. ما وقت انا فهمت، جيت فهمت ما تفهمش مين داك يقولك انا ماذا بيا بنتي نمدها لواحد عربي مسلم وليد بلادي، وقلت الحق للصحة قلت الحق للصح يدخل المديات خويا لازم تكون لاباس بيك، ايه حقيقة. المهم نتوما الى جيتوا الى بريطانيا وكنتوا حابين تحصلوا على الاوراق خويا تزوج، شوف كاش فراشة وتزوج خويا وكون الاسرة وهذا ما كان هتقول لي ما تقدرش. لا لا خويا تقدر والله، كانت ساعة تقدر خويا تقدر، يا بنت المعلم يا الخدامة وحدة فيهم لازم كيما كان الحال. المهم في نهاية المطاف تكونوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا ايضا من هذا الفيديو حول الاوراق في بريطانيا، لانه صعب، حالات صعبة على بالك، راح يقول لك الناس حالات مرضية والاعاقة وما الى ذلك، هو ما عنده ما دخلوا فيك. مع كل احتراماتي لاصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاطفي معهم، لان حتى حنا عندنا ايضا حاله مرضيه معاق ذهني، هو اخ تاعي الله يرحمه، ولكن للاسف الشديد هذه الامور على بالي بلي كاين عائلات عندهم اولاد حالتهم ما تقدرش تتحملها، ولكن حنا تجربنا، حنا كنا في فتره كيما هذه حنا، وخاصه في الجزائر، في الجزائر من شده الجهل والاميه المعاق حركيا عندهم يغيضهم اكثر من المعاق الذهني، بالرغم من رب سبحانه المعاق الذهني اللي قال انه رفع عليه القلم، ولانه معاق ذهني لانه ما عندوش مخ، المخ تاعو ما يستعملوش فهمني، عكس المعاق حركيا يعني كان بكامل قواه العقليه. في الجزائر المعاق ذهنيا يتم احتقاره، كيما واحد الجارنا تلاقيت به صدفه قال لي معقد اخوك وخوك وخوك، قلت اخي عنده طبيب في دريت حوسي، عنده طبيبه كذا، السيد زاد هكذا في عمره 40 سنه، ملي زاد هو معاق ذهني، المخ تاعو حبس اراج 5 كون ما تطورش، المخ تاعو هذا هو، انت ما تدخلش في عالم ربي سبحانه. لا لا يروح يشري، قلت له لا طفل 50 سنه 5 سنين كي تبعته ما يشري، شوف هذا شيخ كبيره بصحته وبكامل قواه، ونحن نتبادلوا اطراف الحديث على الاعاقه هذه، ما دخلتوش في راسه بلي هدي كيكزيستيو في الجزائر، لا فيليبسين نورمالمون مع لا كريز تحكموا لا كريز في الطواليت، تحكموا لا كريز في الدوش، تحكموا لا كريز وتروحوا لا ميموار، بصح لا غالب كاين عباد شو ربي سبحانه انا ما نقول سخطو مي الله غير عطاها له. وشوف برك هو يحكي على معاق ذهني لا غالب من داك يتلفظ بكلمات لا غالب، ولكن في نهايه المطاف هو داير في الحومه داير 30 براكه، ما درش ما خصش المكان داير حجز حجزوا الحنال في الحومه، كاين بلايص
يدير نورمال يقعدوا فيهم دراري صغار، يديرهم حدائق، يديرهم على باليش. سيد حجزهم ملك تاعو، حجز مس الحومه قاع حجزها، ما كان رجال يهضروا ما والو. المهم ما يهمناش، هو قلت له الحاج انت اللي راك مريض، قلت له دايرنا براكه في وسط العاصمه، قوم دايرنا برارك. سيد عنده عند ربي راه يقول واش تدخل عليه وداخل الجنه، بصح انت دايرنا برارك هادو، ما كاينش شي خيريه، ما كاين داري ريح. قلت له ربي ربي يجيبك شفا. سبحان الله، شوف مجرد ممكن عوام عام ولا عامين طاح في حاله مرضيه مزمنه، يعني كان في كامل القوى تاعو، طاح ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يشوف. شو يعني هاد الحقره تاع انسان ما حسبت لهم المرض هذا. الناس اللي بصحتو هما عبك ينكر عبك. حنا علاش قلت لكم حنا فريمون اميين؟ والله غير اميين. حنا نسمى اللي عنده اللي ما عندوش رجليه يغدنا اكثر من واحد معقد، يعني بكم بالرغم انه صح اني معاك انه معاك حركين، بصح ما تكومباريش هذا بعد. انت كتبان لك بصح ربي سبحانه واش قال اللي ما عندوش المخ ما رفع عليه القلم ويحسب من عند الله يكون في الجنه. انت راك بكامل قواك العقليه يقدر يدير، الاخر مراه ما كانش ماهوش يستعمل المخ تاعو، يستعملو في جزئيات برك. ربي سبحانه سخر له هذيك تاع يروح يشري ويولي الدنيا ما فيها، لعل انه يكون يساعد الام ديالو والاب ديالو. حنا شوف حسدو مريض، حسدو كي راح يشري ويولي عقلك لاباس به او راح يشري. قلت له الحاج انت اللي راك مريض، قلت له ما كاش واحد اللي راه في عقلو يدير براك في وسط العاصمه اخويا، في العاصمه دير براكه يا ودي، دي كابتك ماشي ولايتك، كابتك استغفر الله يا ربي ما باش حنا نهضر. لخاطرش حنا صح، انا اش قلتها في فيديوهات سابقه انه صح الجهل، حنا حنا جاهلين، ما نفرقوش بين معق ذهني معق حركي، حنا معق ذهني نحرشوا به نلعبوا له على المورال كابابل. هذاك المزاح هذاك يقدر يموتوا بصح ما يعرفوش، او موسوس او مريض. لا اخي رانا بعاد، علاش لازم تهربوا من تما؟ بصح حنا ما يقدرولكش المعاق، ما يعرفوش شنو هو المعاق حركيا المعاق ذهنيا. الله غالب ناس ماشي قاريين، ناس جاهلين ويحبين نحي السيستم يسقم البلاد. غادي يسقم نحي البراكه تاعك ومن بعد سقمونا السيستم. مشاهدينا متابعي الكرام، عبال بلي خرجت على الموضوع، ولكن تحمست دائما نتحمس كي ندخل في هذا ليدي طاي. اش تفرطست انا ديش الا غالب الواقع هذا هو. في نهايه المطاف الاوراق في بريطانيا كما قلت لكم هي حظ ونصيب، وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. وفي نهايه المطاف اتزوجوا، واش راح ندير لكم انا وزير الهجره انايا. ليله سعيده والسلام عليكم.